كان بيعزر بي ويفتح بث يحطها الله يدخل قست مع أخي سلطان. قلت يا سلطان أنا في وجهك. قالوا شو منه؟ قلت من ذا القارشة لا يتعرضني في إرقادي. قال والله إنك زبنت، والله إنك زبنت، والله إنك زبنت. وارقد وأنا مرتاح. ولا والله تدري وش كنت بسوي به؟ أبى أجمع المصاصات وبحرقها وبحطها في كل إصبع. أبى ينقز ينقز. إنسان زينة كارثة. أنا كنت حاسس إنه بيسوي شيء عشان كيف فاتح الدريشة، لا سوى بشيء لأني أطمر. بنقز أبى أضحك. مير مرة كذا. المشكلة من سوء الحظ يا أبو سحاب، هذا اللي أنا شفته اللي واجهناه اليومين هذه أنا وأخوي محمد الزعيزي صديق الصدوق. كل فندق لازم نستأجره لا بدك تحصله داخل الغرف مفتاح، هذا شيء طبيعي صح دراع في بلد. نعم صح. إلا لسوء الحظ يومين استأجرت مع الأخ الفاضل فهد فارع، ولا غرفة ولا حمام في مفتاح داخلي. خذ اللي برا. هذه وصايا ما يبافك. هذه وصايا هو اللي حجز. ما أدري هم فاهمين الوضع. هو اللي حجز خلاص يقول مفاتيحكم وأنا بس. تجي اليوم فاتح الباب يا أخي، في مسلمين يا أخي، في إنسان يا أخي مسلمين. قومتم للصلاة فيها شيء؟ يعني الله الله على عيني وراسي. الله 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 يكرمكم ويكرم السامعين. حتى في دورة المياه ما تأخذ راحتك. نعم والله. استر على من ستر الله عليه. استر على من ستر الله عليه. يعني الآن أبو سحاب لا بأس يصحين على الصلاة جزاه الله خير. فجأة تروح ملابسك تروح أغراضك. والله يصحيك الصلاة. جزاه الله خير. لا لا لا. والله الصلاة أنا. هذا جزاه الله خير. الصلاة يا رب لك الحمد. ما أخذ إذن منهم، يعني أخذ إذن من السلطة العليا الوالدين. حنا نقول ترك الدوسري بعد هناك سلامات على ما يطول. ترك الدوسري حتى فلبث. طيب جميل فهد، حنا لا بأس في هذا يا أخي. فلبث ترك الدوسري. أحمد والله إنك ما شفت شيء. أنت اللي تخيل.